شوفوا شوفوا احلى الشيشات، شوفوا 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 شو هذا كيكي شوف فيا. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم باحسن الاحوال، كدير مع الصحه مع البنات. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما شفتوا من العنوان، اليوم غنوضوا نصلاو شويه في وجهنا. كنت جالسه كنتفرج ما بيا ما ليا، كنت غنوض ندوش، قلت ضروري قبل ما ندوش انني نتهلا شويه في وجهي. فهاد الشيء انا كنديرو مره في السيمانه، الماسك ثلاثه المرات واربع المرات في السيمانه، ولكن الكوماج كنديرو مره في السيمانه. قلت نوض موتيفي شويه راسي وموتيفي يكون معايا، حيت في هذا البرد صراحه الوجه كياكل الدق. فاول حاجه غنديروها هي اننا نمشيو نغسلو الوجه ديالنا بالصابونه ديالنا او الجيل، كل وحده وشنو عندها. ضروري نغسلو وجهنا قبل ما نديرو اي ماسك ولا اي كوماج، حيت ما خصش يكون فيه حتى شي كريم. مع انا دايره الكريم ديالي ديال الوجه، ما خصش يكون فيه حتى شي كريم ولا حتى شي حاجه، خاص البشره ديالنا تكون نقيه مع مع الطياب وداك الشيء والبخار كيطلع معنا. اول حاجه نديروها نغسلو وجهنا ونشوفو شنو غنديرو من بعد. يلا معايا. هاي انا اول حاجه غنديرها ندير باندا ديالي. اول حاجه غنجيب لوجيل، غنجيب اكيد لوجيل ديالي ولا بونس ديالي اللي كنغسل بها وجهي، ونغسل وجهي. يلا بنات، جيت ندير الكوماج لقيت القهوة سالات، وقعت ليا شمس العشية، لقيت القهوة شوف شحال بقى فيها. مي واخا هكاك مربطتش الباب اللي القهوة سالات، مي واخا هكاك غنديرها، غندير غي هاد الشوية ماشي مشكل. لقيت الكوماج المعروف، الكوماج لي عندي كوماجات واجدين، ولكني مكاينش اللي كيبرد ليا كيبرد ليا القلب قد هدا. كنحس بيه كينقي من، كنحس بيه زعما البنات كينقي من 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 العمق، يعني من الداخل. وعندي يعني دوك الكوماج الواجدين كنديرهم غير مره مره هكا في السيمانه وسط السيمانه ولا، ولكن هذا ضروري مره في الاسبوع باش كينقي ليا البشره مزيان. ودابا غنديرو، ودابا البنات نستعملو السكر ماشي مشكل، نتوما استعملوا اكيد القهوه والسكر بجوج، ولا كان عندكم حساسيه من شي واحد فيهم استعملوا غير واحد. السكر يا السكر والزيت يا السكر والقهوه، عفوا يا السكر والزيت ولا السكر ولا القهوه والزيت، المهم حتى فيهم ولا تستعملوهم بجوج. انا كنفضل كنخلط القهوه والسكر والزيت والزيت البلديه ولا زيت الكوك ولا اي زيت عندكم ولا زيت جونسون، انا كنفضل الزيت البلديه. المهم هذا الكوماج هو اللي احسن كوماج تقدر تستعملوه، واللي كاين في جميع انواع البشره، كيناسب اي بشره كيف ما كانت عندك حساسه جافه. نخلطو 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 نخلطو، كيعجبني القوام ديالو يجي شويه رطيط رطيط زعما ما يجيش قاسح قاسح ناشف، باش يكون طبع البشره. دابا غنمشيو نابليكيو على الوجه ديالنا، نديرو على الوجه ديالنا خمسة دقائق ونخليوه ديك خمسة دقائق، ومن بعد ملي دوز غنبداو غير نحكو هكا غير بحركه دائريه هكا، ما نزيروش على الوجه ديالنا باش ما يتجرحش السكر. اي قنت في الوجه ديالنا ندوزو عليها، نبقاو نقومي غير بشويه 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 بشويه، ونغسلو الوجه ديالنا بالصابون وندوزو للحاجه الثانيه. يلا معايا. you
مهم بنات من بعد ما قوميت وجهي كما شفتوا قوميت داكشي اللي بقى لي شويه قوميت به يديه سمحوا لي على الصداع وصافي جبت هاد المواس اللي كنحيد بهم الشعر ديال الوجه ديالي كامل راه كنحيد الشعر الوجه كامل بداك الموس وغير ضوا بالكم اللي تكونوا كتحيدوا به حيت انا كما شفتوا راني جرحت صبعي ما غسلتش وجهي بالصابون باش يبقى لي داك الزيت ديال الكوماج في وجهي باش نقدر يكون الوجه رطيطب نقدر نحيد ما تحيدوش على الناشف وصافي هادشي ما كان او غنوريكم دابا المنظر البشع داكشي اللي حيت من وجهي صراحه ما نقولش لكم هادشي اللي كنوريكم دابا راه غير شويه شوف صراحه هاد المواس رحمه ما نعاودش لكم داكشي اللي حيت شوفوا على المنظر اعتذر عن المنظر وصافي وهادشي ما كان ومن بعد ما اكيد غنحيدوا الشعر غندوزوا ليطاب الاخرى وهانتوما معايا مهم البنات من بعد ما درنا الكوماج وحيدنا الشعر من الوجه الصراحه داكشي اللي خرج من وجهي راني وريتكم غير شويه باش نقول لكم صراحه الشعر كيضيع المنظر ديال الوجه فواخا كديروا شي ماسك واخا كيبقى داك المنظر ديال الشعر خايب واخا ما يبانش لكم بلي شعركم في الشعر ولكن ملي كتحيدوا عاد كتستغربوا من المشهد المهم دابا غندوزو للماسك الماسك اللي كيفتح ما نقول لكمش كيبيض حيت ماشي وحده سمراء غتولي بيضاء لا كل وحده واللون ديال البشره ديالها كيوحد اللون وكيفتح اللون ديال البشره ديالك يعني كيرجع لك اللون ديال البشره ديالك حقيقي تقدري انتي تكوني بيضاء وسماريتي مع الشمس سماريتي مع الكريم يعني بزاف ديال العوامل اللي كيخليو البشره ما تبقاش في اللون ديالها الموحد هذا الماسك صراحه كيوحد اللون انا كيف قلت لكم كانوا عندي حبوب في حنكي ديال الحساسيه كليت شي حاجه وما جاتش معايا فدارت لي حساسيه وشفتو وهذا الماسك صراحه عاوني باش نحيد دوك لي طاش ديال دوك الحبوب وكيصفي وكينقي اكيد مع المداومه اصلا من اول استعمال كتحسوا بالبشره ديالكم رطيطه دابا البنات والله الا البشره ديالي غير دابا غير مع القماش كنحس بها رطيطه واحد اللمعه فيها يا سلام صراحه النفسيه كتبدل ملي كتشوفي راسك هكا المهم المكونات هما النشا اكيد اللي معروف انه كيبيض كيفتح اللون ديال البشره ونيدو نيدو في شي حبيبات ديال القهوه طاحوا لي في ديك المره نيدو او اي حليب غبر عندكم والحليب ولا دانون مسوس دابا انا كندير معاه عفوا انا كندير معاه دانون مسوس وليني دابا حيت ما عنديش غندير معاه الحليب كل مره شنو كندير معاه مره دانون مسوس مره الحليب حيت نفس السكعده نفس النتيجه وهاد جوج مكونات صراحه واعرين ما نقولش لكم غنديروا القياس هنايا نشا اكيد نيدو غتاخدو غير ديك الساشيه الصغيره ديال 5 دراهم ونشا اكيد حتى هي كدير شي 6 دراهم ولا 5 دراهم كتبقى لكم شهر وانتم كديروا بها 3 المرات جوج المرات في الاسبوع هذا الماسك لمده شهر وغتشوفوا النتيجه وردوا عليا الاخبار صراحه واعر واصلا نشا معروف ونيدو حتى هو معروف كيتستعمل مجموعه ديال لي ماسك ديال الوجه المهم انا درت هنايا نيدو وغندير عليهم غنزيد عليهم الحليب ونبقى نخلط اكيد وحتى نشا بوحدو مع دانون مسوس اللي بغات تفتح اللون ديال البشره ديالها نصحها بالنشا مع دانون مسوس وكينفع اكثر يا في الصيف مع البحار وداكشي والشمس البشره ديالنا كتفقد اللون ديالها الطبيعي كيفاتح النشا صراحه انا هذا الماسك خطير والله جربوها البنات والله راه ساهل وكما قلت لكم نيدو بخمسه انا كناخذ ساشيه صغيره بخمسه دراهم كتبقى لي مده ونشا حتى هو اكيد كيكون في اي بيت كيف ما كان والحليب ولا دانون مسوس كل مره شنو يكون عندك استعمليه ولا بغيتي تستعملي حتى مكون واحد يعني عندك غير مكون واحد استعمليه المهم هو الانسان يتهلا في البشره ديالو ويتهلا في راسو حتى ملي كتهلا في راسك النفسيه كتبدل اختي حتى الوجه كيبغي الاعتناء
المهم انا عندي هذا البانسو هذا راه ديال فون دو تان، وانا كنخلي خاص ديال لي ماسك هكا، كنخليه غير ديال لي ماسك. ما شو هذا، شو هذا طاح فيه، انا نحيد هذا الشيء. المهم ها هو بان لي دار شويه عاقل شويه، نزيد ليه. المهم نتوما عينكم ميزانكم، نزيد ليه غير شويه الحليب ونمشيو نابليكيوه، نخليوه حتى ينشف، نخليوه حتى ينشف على البشره ديالنا. مع الحليب درتو في هذا الكاس ودرتو في الثلاجه بارد، خليو حتى ينشف على الوجه ديالنا ونغسلوه. انا ما كنغسلوش بالصابون ماسك، ما كنغسلوش بالصابون، حيت هاد المكونات ما كاينش تغسليهم بالصابون باش تبقى لي فيه. انا غسل غير، حيت دابا غسلت انا وجهي بالصابون مورا ما كيتشر، غنغسل وجهنا ونشوف شنو نديرو ديك الساعه. يلا معايا. المهم بنات انا رجعت لكم بعد ما خليت الماسك 15 دقيقه على وجهي، صراحه كان خاصني نخلي 20 دقيقه، كان باقي ما نشفش مزيان، ولاني غسلته حيت خاصني نخرج زربانه. واحد النوع هما واحد الرطوبه البنات، ضروري 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 خاصكم تجربوا هذا الماسك وتردوا عليا. استعملوه جوج مرات في السيمانه ولا ثلاثه المرات في السيمانه، شهر غيولي لكم الوجه في اللون ديالو الطبيعي، في اللون ديالو الحقيقي، وغيوحد لكم اللون ديال البشره ديالكم. اكيد من بعد اي ماسك ولا اي قماش ضروري خصنا نرطبوا الوجه ديالنا. انا اكيد ماشي اول مره كنشارك معكم هذا نيفيا سوان دو جوغ، هذا اللي كنستعملو بالنهار وبالليل صراحه، حيت المهم راه قرب يتسالى ليا من كثرت ما كنستعملو. هذا غير ديال النهار، ولكن حتى كنستعملو حتى بالليل ملي كنغسل وجهي وكنبغي الناس، من كثرت ما وافقني من كثرت ما عجبني، حيت انا ماشي اي كريم كيوافقني، ماشي اي كريم كيجي معايا، حيت البشره ديالي حساسه، ولكن هذا وافقني بزاف بزاف. فضروري من بعد الماسك نرطبوا الوجه ديالنا باي كريم كنستعملوه. انا غنرطب الوجه ديالي وغنخرج عاد حتى نجي عاد ندوش، كنت باغا ندوش هو الاول ماشي مشكل. وضروري البنات نتهلاو في البشره ديالنا هكا مره مره، ضروري نديرو هذا الروتين مره في الاسبوع، قوماج نحيدو الشعر الزائد من الوجه، نديرو ماسك حتى البشره ديالنا باش تخضع حتى هي، باش توقف معنا ملي نبقاو نبغيو نديرو مكياج، ملي تكون عندنا شي خرجه على غفله شي حاجه نلقاوها في وقت الهزه، حتى البشره كتبغي التغذيه وكتبغي العنايه. فوليني الماسك ما كيداش كل نهار، حتى البشره خصها ترتاح، نديروه نهار اه نهار لا، يومين اه يومين لا، ثلاث ايام اه ثلاث ايام لا، نديروه يومين نخليوه يومين ترتاح، فهمتوا هكا باش البشره ديالنا حتى هي يعني شيء ان زاد عن حده انقلب الى ضده. والقماش اكيد كنستعملوه مره حتى جوج مرات في الاسبوع، الا بغيتي تكثري كاع جوج مرات صراحه داك القماش كيبرد لي انا القلب. ودابا يلا نلبسو باش ما نتعطلوش. وصافي من بعد ما خرجنا خرجه خفيفه ظريفه، دغيا جينا حيت داك النهار كان الماتش ديال الكره، ما عرفتش شكون كان لعب، فدغيا جينا وجبت معايا هادشي الكوتي ديال العشيه. وهذا ما كان، ولهنا حبيباتي غيكون الفيديو ديال اليوم ديالنا تسالا، كنتمنى ان شاء الله تكون استفدتوا معايا شويه. ونوضوا صلوا ليا في راسكم، صلوا ليا في وجهكم، صلوا ليا في حالتكم، ما تهملوش راسكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.